تعال بخليك تستانس معي. أنت رجل نبيل أخلاقيا ونبيل في 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 كلامك في حتى في وأنيق حتى في كلامك. والله والله هذا كلام. لكن يا فيصل ومن شيخ مطلق والله. يا فيصل أبعطيك مثال. أنا الحين 7 أسابيع وراء بعض في تميس ما تروحوني في المطعم عادي راضي بقدر الله وقسمته. فعلقوا ما علقوا ضحكوا ما ضحكوا عادي أنت رضي بقسمة الله ما عليك النفس. أدخل كذا كذا خلك كذا دوام أنت تلتفت في أي كلمة تجيك. ليه سالفتك أنا أن لازم تصير عندك قاعدة في نفسك. أنا لا يضرني ما يقال يا سلام. أنا أفعل ولا يضرني ما يقال مع التقدير والاحترام للجميع ما يقال. لكن إذا كان القول إيجابي فأنا نتلقى بصدر رحب. إذا صار القول سلبي ما يهمني على قولك ما يهمني. فأنت لازم تكون يعني من أفضل واحد مشى رجله على وجه الأرض هذه. اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم عليه محمد عليه الصلاة والسلام. هل واجه تأييد من الجميع؟ لا حاربه في الأخير محمد ورموه بالحجارة. في الأخير محمد إيش صار؟ الرجل الأول الرجل الأول في الأمة هذه بأسرع في الكون كله. نعم إيه. طيب هنا هذا هو قدوتنا. فأنت روق المانجا على قولتهم. أنا ما أحب المانجا. وقف ما أحب المانجا يا رجل. ما عليك لا روق روق لا لحظة روق التوت. أنا مانجا ما أحب التوت. أيوه التوت عاد يعني تعرف أنت التوت صح؟ سهل كده ولا يحتاج. شوف أحلى ما في التوت إنك ما تقشره. وقف سهل وش؟ ها؟ سهل وش؟ سهل معبرة بعدين تطالع أصابعك كده تشوف ما شاء الله تصبغت من النكهة. بعدين شوف الأشياء في بعض الفواكه يبغى لها تقشير عرفت؟ صح متعبة أحيانا تشوفها قدامك. والله بعض الفاكهة إني أشوفها قدامي إني أتكاسل أكلها تعرف ليش؟ عشان تقشيرها. لكن على قولك التوت طيب الفراولة على طول ممكن أشرح لك. أسلم بعدني تفضل. أول شيء أشكرك باسمي وباسم سالم الشمري على الشيلة اللي أهديتناها. والله شكرا. لا لا شوف أنت يعني اليوم الدخولية اليوم الدخولية اليوم الدخولية كانت يعني من قلب صافي مهديها لأخوي سالم الشمري. أيوة اللي يستحق كل علم طيب. نقدم شيء بسيط. ساعدتني ساعدتني أنت وساعدني أنس وساعدني السريعي فيها وكل زملائنا اللي وقفوا يعتبرون مشاركين الله يبيض وجيههم. ولكن أنا بعد من لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكرها الله. أشكر الدعم الرسمي التايجت على دعمه المستمر. يا سلام. شوف الدعم اللي جاء من هنا دعم الجلسة دعم عنده خل إيه. فشكرا حديقة وزرعة ولا زويد وزوادة ولا الخيمة ولا المركز الجديد اللي سويته ولا اليوم الدخولية اللي أتعبت من بعدك. أنا أشوف الشيخ يلغونها بعدك انتهى. لا 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 لا, لا كلهم يشوفوا. أنا وجهة نظري أنا أشوف الشيخة كانت كل واحد يعني أي واحد يجي للشيخة يفرح فيها ويستانس فيها صح ويترزز فيها عرفت كيف ويصنع قرارات ويستانس ويعيش جوه حلو. أنت أخذت الشيخة ذي اللي يتمناها أي واحد وهديتها لأخوك سالم الشمري. أنت كفو هو كفو يعني ترى هذه تدرس. كنا واقفين هنا وتعبت من بعدك. كنا واقفين هنا بياخذ السيارة اسم صيح قال عبد الله بيطلبك طلب. قلت على خشمي أنا ما أدري شو الطلب. قال تجيب الشيخة. قلت والله وتالله وبعد الله وبعد مشيئة الله أني أجيبها لك أبشر والله لا تعب لين أجيبها. بالفعل تعبت أسبوع كامل. أنت شفت سويت أي والله. والإنجازات هذه كانت يعني كفيلة أنها تدعمني أني أقدر أحقق. وأيضا فريق الدعم الله يجزاه خير كان يهديني يعني يهديني تصويت الجمهور يعني دخلت منهم شيء كبير. ويوم جبتها ارتأيت أني أهديها. الشيخة أول شيء تجمع الرصيد. تعرف مسألة إنك تجمع الرصيد مسألة ما هي صعبة. شارك كل يعني فيها ناس كثيرة يعني اللي ما يستوعب ترى مسألة تجميع الرصيد جدا ما هي صعبة. أحيانا يحالفك في المسابقات أحيانا ما يحالفك أحيانا يحالفك الهاشتاج أحيانا ما يحالفك هذه كلها. إذا ما صادف إنك كسبت فيها أنت أو أنا شايف إنك من الناس اللي مقل في الأكل. حتى أشوفك ما تشتري المطعم مقل جدا توفر رصيدك. والله إنك نلتها وفزت وربحت بالمكسب. اقسم بالله انك شيخ يا حبيبي وانك اقسم بالله اتعبت مو باللي بعدك وتعبت اللي قبلك. ايش هذا يا حبيبي خليني بعلمك. سالم الشمري هو الحين شيخ القريه يعني اذا بتشكرك سالم والله انك شيخ وشيخ يا حبيبي الله يسلمك. وانت شيخ القضيه الاساسيه يا
يعني أنا ما قصروا معي الدعم الرسمي ما قصر ودعمني بكل قوة شكرا له ولن يعني يوفي حقه الله يجزاه خير. أيضا فريق الدعم ما قصر التصويتات اللي أنا أخذها تعدت فوق 8,000 ريال رصيدي هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ثم جهدهم وتعبهم يعني الهاشتاج الله يجزاهم خير ويجزى جميع من صوت زملائنا في نهاية الأمر الله يوفقهم كلهم لأنهم ما تعبوا إلا عشان يدعمون البرنامج بشكل عام هذه النقطة الأولى. الشيء الثاني أنا بعد أشكر أيضا سعود العتيبي على يعني أريحيته جدا في الرجل يعني احنا ترى 3 شهور هنا ترى يجينا ضغط وتجينا فلاتات ولكن الحليم من يمسك نفسه عند الغضب فأنا اليوم يعني معنا أخ وليس مدير رجل سعود العتيبي رجل مكتبه مفتوح يقول تعال اللي عنده مشكلة عنده شيء يواجهه تعال عنده يعني بعدين مهما حدث يقابلك بابتسامة وهذه تعلمك ما هي إنسانية هذا الرجل. نعم. الشيء الآخر نطلع من المواضيع هذه ونطلع من شكر الأحباب اللي ما قصروا معنا أبي أوريك هنا نعناع يا سلا هنا حبق يا منانا هنا أشياء أبيك تشوف الأشياء الجديدة اللي جات سلا هذه الريحان.